بسم الله الرحمن الرحيم. انتصار مهم جدا للنادي الاهلي على سان داونز في ذهاب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا 2-0، نتيجه مش سيئه خالص. اكيد كل المتابعين كانوا يتمنوا واللي بيحبوا النادي الاهلي ان الجون التالي تيجي في 17 دقيقه الاخيره من الشوط الثاني، لكن قدر الله ما شاء فعل. مفيش مشكله، 2-0 مش وحشه خالص، خصوصا ان النادي الاهلي خرج بكلين شيت ودلوقتي هيبقى رايح لماتش الاياب في بريتوريا وهو ما دخلش اي هدف في ارضه، وبالتالي اي هدف ان شاء الله النادي الاهلي يحرزه هنا في بريتوريا هيعمل ضغط كبير على سان داونز. لكن المباراه بشكل عام وبالذات الشوط الاول كان شوط تكتيكي بحت ما بين الاثنين مديرين فنيين، بتكلم على ريني فايلر مدير فني النادي الاهلي وبتكلم على بيتسو موسيماني مدير فني سان داونز. خناقه مين اللي يزق الثاني للحته اللي هو عايزها. شفنا بيتسو موسيماني بيلعب بتكتيك مختلف تماما عن السنه اللي فاتت، وريني فايلر برده كان قاري سان داونز وعنده الخلفيات من هزيمه السنه اللي فاتت وعارف ازاي سان داونز مفاتيح لعبه بيتشتغل ازاي. نشرح مع بعض الشوط الاول والشوط الثاني، ليه المتابع للمباراه شاف فيه تباين في الاداء عند النادي الاهلي. مش هقول وحش او حلو، لا انا بقول تباين، يعني الشوط الاول كان بيلعب باسلوب معين، الشوط الثاني الشكل اختلف شويه. بالتاكيد بيتسو موسيماني اللي شافه السنه اللي فاتت كان عارف ان فريق زي سان داونز عنده لياقه بدنيه كبيره وعنده لعيبه معظمه صغيرين في السن، باختلاف يعني كان لعيب خط الوسط ربما يبقى كبير في السن هو ونيونج الحارس، لكن بقيه الفريق اعماره قليله وبالتالي قدروا يضغطوا طول المباراه. لكن بيتسو موسيماني ما قررش الاختيار ده، لا هو فضل ان هو يلعب زون ديفنسو بطريقه افضل طريقه دفاعيه ممكن تقف بيها في الملعب، وهي الاربعه 4-2 فلات، كل واحد واقف في مكانه، فبالتالي بيقفل منافذ التمرير للنادي الاهلي. طيب الشوط الاول اللي ظهر بالشكل ده، ظهر بالشكل ده لان النادي الاهلي كان مش عارف يطلع بالكوره من عمق الملعب. بيتسو موسيماني عارف ان الثنائي اليو ديانج وعمرو السوليه هم اكتر اتنين بيطلعوا بالكوره من نص الملعب ويوصلوها لمجدي قفشه، فبالتالي كان محتاج ان هو يقفل على الثلاثي ده. ممنوع تماما ان اليو ديانج يستلم الكوره في نص ملعب سان داونز، مفيش مشكله خالص اليو ديانج ينزل لغايه ياسر ابراهيم ومحمود متولي ويستلم منهم الكوره هنا، ده براحتك اعمل اللي انت عايزه. انما وانس انك حبيت تعدي من العمق عندي مستحيل. كان بيعمل تركية لطيفة قوي بيتسو موسيماني بصراحة، عملها حلوة وعجبتني جدا. كان بيعمل ايه؟ بيعمل بريس ان كونتين. ايه بريس ان كونتين؟ اضغط وحلق. مين بقى بيضغط وحلق؟ اول لاعب من الاثنين اللي قدام الفراودة يبدأ يضغط على حامل الكرة وعلى طول ينزل وراه لعيب يحلق وراه يقفل له الحتة دي، والفرقة كلها تضغط ككتلة واحدة من بعيد. اول مثلا اليو ديانج ما يستلم الكرة اهو، على طول كان زواني يضغط عليه ووراه لعيب من خط الوسط، وبالتالي هنا على طول اليو ديانج بيلاقي نفسه مجبر غصب عنه انه يرجع الكره تاني للمساكين. كان ممنوع تماما النادي الاهلي يحاول يخترق من عمق الملعب. وعشان كده ارقام الشوط الاول بتبين ايه؟ بتبين ان اكتر ثلاث لعيبه استلموا الكوره في الشوط ده وطبعا مع الشوط الثاني هم ثلاث لعيبه: احمد فتحي على باك اليمين، علي معلول على الباك الشمال، وجونيور اجاي. الثلاث لعيبه دول اكتر ثلاث لعيبه استلموا الكره، هما كانوا البلاي ميكرز الحقيقيين بتوع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ما كانش عنده مساحه للخروج من الكماشه بتاعه سان داونز غير عن طريق الاطراف، وبالتالي الكره كانت بتتدرج لغايه الطرف وتتلعب. شفنا كتير قوي الوان توهات ما بين علي معلول وجونيور اجاي في الشوط الاول، ولكن عايزين نفرق بين حاجتين: الوان تو بتاع الشوط الاول والوان تو بتاع الشوط الثاني ما بين نفس اثنين لعيبه علي معلول وجون اجاي. ليه بقى؟ لان علي معلول وجونيور اجاي لما كان علي معلول بيطير كان بيطير هنا على الطرف دايما، واخد الطرف ما بيحاولش يخش على العمق. جونيور اجاي كان دايما بيتواجد في المساحه دي عشان يحاول يفرغ له المساحه اللي ورا الظهير، وبالتالي شفنا 17 كرة عرضية من علي معلول من النادي الاهلي بشكل عام في الشوط الاول، منهم بس 11 من علي معلول. 11 كرة عرضية من علي معلول في الشوط الاول لمروان محسن، وطبعا حسين الشحات لما كان بيحاول يكمل، لكن اكيد طبعا حسين الشحات ما كانش هيعمل الهيد للاعب قصير، مروان محسن هو اللي كان بيحاول قد ما يقدر انه ياخد الكرات العرضيه. عشان كده هجوم النادي الاهلي كان مخنوق جدا، ما فيش غير المنفذ ده او منفذ احمد فتحي اللي عمل 6 كرات عرضيه، كان منهم 3 طلعوا اوت
وبالتالي الفكرة دي ما كانتش ناجحة عشان تقدر تهدي بيها مرمى اونيونجو. عشان كده المباراة في الشوط الاول خلصت 0-0. طيب بيتسو موسيماني ده الشكل الفعلي اللي عمله هجوميا عمل ايه؟ كان بيلعب لعبة واحدة فقط، انه كان بيخلي زواني وسيرينو يحاولوا يكسروا مصيدة تسلل النادي الاهلي وتتلعب لهم الكرة الطولية من ورا قدام. سان داونز للفريق معتاد انه يعمل في المباراة الواحدة فوق ال 500 تمريرة، في المباراة دي عمل 334 تمريرة فقط، وبالتالي ده يبين لك ان بيتسو موسيماني ما كانش عايز الاستحواذ، هو ما كانش هيلعب على اللعبة دي لانه عارف ان النادي الاهلي لياقته بقت افضل بكتير وخط وسطه بقى افضل من السنة اللي فاتت. طيب ايه اللي عمله ريني فايا ما بين الشوطين؟ عمل تغييرة وحيدة جوه الملعب. ايه هي بقى؟ علي معلول اللي كان على طول بيجري على الخط قال له لا شكرا ستوب، ما تعملش الحركة دي تاني، مش هنلعبها. دايما لما تيجي تعمل 1 2 مع جونيور اجايه سعادتك تخش العمق، انتوا الاثنين خشوا العمق، فرغوا مساحة، مش هنلعب كرات عرضية تاني، احنا عايزين نلعب من جوه العمق من جوه الطرف. وبالتالي شفنا علي معلول كذا مره بيحاول يختار لغايه لما جات له الكوره ال1 2 اللي حطها هدف وعملها بعديها مره تانية بس ما جاتش. وحتى في كورتين علي معلول وصل للحته دي وانتظرنا منه الكره العرضيه في الشوط الثاني، لكن كان بيرقص، كان بيحاول على طول يلعب الكوره على مشارف منطقه الجزاء. فايلر بدا يقول لهم لا ابعدوا عن الكرات العرضيه العاليه الا في حاله واحده انك مسبوق خلاص ما عندكش حل غيرها. وبالتالي ده كان التغيير التكتيكي من ريني فايلر في الشوط الثاني عشان يقدر يهدد بيه مرمى سان داونز، وبالفعل الفكره نجحت جدا 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 ما بين هذا الثنائي. كان اكتر ثنائي في المباراه لعبوا كرات لبعض، لعبوا 27 كره لبعض، طبعا رقم كبير جدا. وبالتالي نجح النادي الاهلي في الشوط الثاني ان هو يجيب الهدفين. وطبعا ما انكرش ان كان في ضربه جزاء واضحه جدا من النادي الاهلي في الشوط الاول لمجدي قفشه بس ما اتحسبتش، وكنت اتمنى برده من حكم اللقاء انه يشهر البطاقه الحمراء ليكي كانا في الكره اللي خدها بادجي وجاي منها ركله الجزاء. ده ببساطه كان تحليل سريع لمباراه الاهلي وسان داونز. الف مليون مبروك للنادي الاهلي الفوز ب 2-0، وان شاء الله المباركه والتاهل يكملوا باذن الله يوم السبت الجاي في مباراه العوده في بريتوريا. شكرا جزيلا، كريم سعيد.